السلام عليكم اصدقائي، كنتمنى باش انكم تكونوا بخير وعلى خير. كتشوفوا معايا الوقت مضبط شويه، ولكن قلت نخرج ندير لكم فيديو واني ندير كذلك التيست لواحد الميكرو اللي انا خديته. بطبيعه الحال كاين مجموعه ديال لي كيسيون كي سوبوز، ولكن خصكم تعرفوا بانه راه في هذا الوقت ما بقيتوش محتاجين الكاميرا باش انكم تصوروا مجموعه ديال الفيديوهات. يكفي فقط انه يكون عندكم تليفون كيصور مزيان، وانكم تدبروا على واحد الميكرو اللي ممكن يعاونكم باش انكم تصوروا، وكذلك يكون الصوت نقي باش تدوك الناس اللي غادي يتفرجوا فيكم يكونوا كيسمعوا الصوت مزيان. انا كنصور دابا بالتليفون ولكن ما مستعمل لا ميكرو لا والو، اي قلت ندير تيست. اصدقائي الميكرو اللي غادي نهضروا عليه اليوم فهو ميكرو كرافات. انا خرجت باش ندير ليه تيست كما سبق لي قلت لكم، وغادي نجربوه. الا عجبكم راه ممكن لكم انكم حتى تما انكم تمشيو تشريوه، ومن لهنا غادي تقولوا وداعا لشي حاجه سميتها الكاميرا. غادي تستعملوه باش انكم تصوروا انطلاقا من التليفون ديالكم، وغادي نتعرفوا كذلك على مجموعه ديال الماتيريال اللي انا استعملتهم واني كنستعملهم وشريتهم باش ينفعكم حتى نتوما، باش انكم تدبروا على راسكم. وخصكم تعرفوا بان قناه نقدر اللي ممكن تقلبوا عليها في الانترنت فهي غتوفر لكم مجموعه ديال الفيديوهات اللي غادي ينفعكم بزاف بزاف. ايوا اش باقي كتسنى؟ اشترك في القناه وفعل زر ديال الجرس باش انك توصل بجديد الفيديوهات اللي كنعرضهم بطبيعه الحال على القناه ديالنا. يلا نمشيو نديروا التيست. اصدقائي بطبيعه الحال ملي كنفتحوا الكرتونه ديال هذا الميكرو فبطبيعه الحال كيكونوا مجموعه ديال الاشياء، ومن ضمن هذه الاشياء تيكون واحد الكتيب صغير اللي فيه مجموعه ديال الاشياء اللي خصنا نديروهم بطبيعه الحال باش ان هذا الشيء يكون خدام عندنا مزيان، وكيفاش نانستاليو داك الشيء قبل ما نبداو الخدمه. هذا دليل ما عمري قريته صراحه الله، حيت ديجا عرفت كيفاش ممكن ليا نستعملو، باعتبار ان الميكرو اللي كنستعملو فبحالو بحال ديال الكاميرا. دونك ماشي طرح مشكل، غادي نمشيو للحوايج اللي هما مهمين وخصكم انكم تعرفوهم وتعرفوا عليهم، هما لي زاكسيسوار اللي تلقاو. انا غادي نخليكم هاد الصور باش انكم تاخذوا فكره عامه، وغادي نرجع لكم باش نكملوا بطبيعه الحال الشرح ديالنا. اول حاجه بطبيعه الحال غادي نبداو بها هما الرسومات ولا الصور اللي كاينين على الكرتونات ديال هذا الميكرو كرافات. كما كتشوفوا معايا كاين تليفون كاين الميكرو كرافات، وممكن لكم انكم تزيدوا شويه ديال الفلوس وانكم تاخذوا جوج ديال الميكرو ديال الكرافات باش انكم تستعملوهم مثلا اذا كان عندكم شي انترفيو ولا عندكم جوج ديال الاشخاص كتصوروا معاهم فغتحتاجوا جوج ديال الميكرو. واللي زوين بزاف هو انكم ممكن تستعملوا هاد الميكرو كرافات وانكم تانستاليو ديريكت مو تفتحوا البلوتوث، راه كيتانستالا ديريكت وما محتاجينش نتوما انكم ديروا شي ابليكاسيون تقلبوا عليها باش انكم تاكتيفيو بطبيعه الحال هاد الميكرو كرافات. فيكفي فقط انكم تشريوه وانكم تفعلوا البلوتوث، ومن بعد راه غادي يخدم لكم مباشره. حاجه اخرى اللي ممكن ليا نقول لكم قبل ما نبداو ونستعملوا الميكرو كرافات، وهي المتعلقه بالميكرو كرافات. يعني ملي تنقولوا ميكرو كرافات راه كيتلبس بحال الكرافاته، يعني ممكن نديرو هنا ولا نديرو هنا وانه يلتق ديريكتومون الصوت ديالنا ويكون الصوت ديالنا نقي. انا باقي ما غادي نقول لكم لا نقي ولا زوين ولا خايب غير حتى نجربوا داكشي ونتعرفوا عليه مزيان، وهنا ممكن لينا اننا نحكموا وممكننا نعرفوا هذا الشيء كامل. نمشيو دابا لي زاكسيسوار ديال هاد الكرتونه. كما كنتو معايا اصدقائي هادو هما لي زاكسيسوار. هنا كاينين مجموعه ديال الاشياء، هنا كاين بعدا الشارجور. اول حاجه كذلك اصدقائي خصنا نبداو بها هو الشارجور ديال هاد الميكرو كرافات. كما كتعرفوا بان الميكرو كرافات فضروري باش انه يخدم خصو يكون مشارجي، وقبل ما تبدا به فبطبيعه الحال خصك تشارجيه، وباش تشارجي خصك شارجور. الشارجور هو هذا انتما كتشوفوا فيه، فخصك ضروري انك تستعمل ديك البواطه باش كتشارجي التليفون ديالك وتبرونشيها مع هادي، ومن بعد كتبرونشي ديريكتومون الميكرو كرافات ديالك بهادي. يعني الميكرو كرافات راه فيه واحد اللعيبه اللي ممكن كتستعملها باش انك تدخل هادي ديريكتومون هنا وانك تشارجي ديريكت عادي وتركبو في البواطه وكل شيء ساهل مال. ندوزو لواحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف ديال الناس كيسولوا عليها، وهي الميكرو كرافات. كما كتعرفوا اصدقائي هذا هو الميكرو كرافات، في واحد البونجا مهمه وضروريه، وفي هاد القراصه هنا. هاد القراصه كنستعملوها باش نركبوه بطبيعه الحال نركبوه في التريكو ديالنا.
وهذه من ضمن الاشياء اللي قلت لكم علاش تسمى ميكرو كافر. ها هو حنا غادي نتيستيو هذا الشيء كامل وغادي نتعرفوا عليه بطبيعه الحال في هذا لا فيديو، يعني ما تزربوا بقاو معايا ايطاب باغ ايطاب باش تعرفوا هذا الشيء كامل. حاجه مهمه كذلك اصدقائي نسيتوها، وهي الى ركبنا ميكرو كافر في كي غادي يدير حتى يتكونيكتا مع البلوتوث، فضروري لنا من هذه التويشيه. شفتوا التويشيه؟ التويشيا كركبها في التليفون، انا بغيت نركبها في التليفون ولكن ما عرفتش كيفاش. المهم نتوما ملي تشرو هاد الميكرو كافات راه غتقلبوا على هادي وغتركبوها بلاصه الشارجور ديال التليفون ديالكم. وما تنساوش انكم قبل ما تشريو هادي خصكم تشوفوا نوع الهاتف اللي عندكم، وخصكم تشوفوا كذلك نوع الشارجور اللي عندكم، واش عندكم ايفون ولا عندكم سامسونج ولا عندكم شي تليفون اخر تيخدم بالتيب سي. فاذا عندكم ايفون خصكم تقلبوا على الشارجور ديال الايفون في هادي في التويشيا ديال الميكرو كافات. الا عندكم سامسونج فممكن لكم انكم تستعملوا ديريكتوم هادي وتركبوها مع التليفون ديالكم وغادي يخدم. دابا غادي ندير واحد تيست، كما كتشوف دابا راه كنستعمل فقط الهاتف ديالي باش اني نسجل الصوت. دابا غادي نركبوا هذا العجب كامل وغادي نشوفوا دابا اشنو غادي يعطينا من بعد ما ركبوه. حاجه اخرى بغيت نقول لكم اصدقائي، فملي كتركبوا هذه ماشي فقط غير كتركبوها صافي تخدم، ولكن ملي كنركبوها كذلك فخصنا نشعلوا ولا نخدموا الميكرو باش يخدم. كاين هادي يعني خصكم تضغطوا على هادي، كاين واحد البوطونيه هنا ها هي يا شفتوا معايا كاينه هنا، كتكليكيو عليها مباشره وكتسنى واحد البوطونيه هنا كتشعل بالخضر. هذه راه مهمه باش ان الميكرو يخدم لكم، وهذا دليل على ان الميكرو خدام الا ما كانت خدامه فسيروا تشارجيو داكشي. دونك حنا غنديروا التيست لهذا الشيء كامل وغادي نشوفوا واش خدام ولا ما خدامش. تيست 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 تيست. جو بونس دابا اصدقائي بان الميكرو راه خدام، ولكن باقي ما عرفناش بالضبط واش خدام ولا ما خدام. ولكن حسب دوك الدبدبات الصوتيه اللي هما قدامي راه تيبان ليا الميكرو راه خدام خدام. دونك ردوا البال مزيان قبل ما تشوفوا. حنا انا غادي نحاول نبعد شويه، نمشي نخلي بلاصتي ونمشي نبعد ونشوفوا واش نفس الدبدبات الصوتيه اللي هما تيلتقطوا ولا كاينه شي حاجه اخرى. غادي دير واحد المقارنه من بعد ما ركبت الميكرو ومن بعد ما حيدت الميكرو. دونك انا غادي نبعد واحد شويه ونشوف المسافه اللي ممكن لنا اننا نسجلوا بها الصوت ديالنا. يلا استناوني واحد شويه ونمشيو ونجربوا هذا الشيء كامل. دابا اصدقائي غادي نمشي مباشره باش انني نتيستي هذا الميكرو ونبعد شويه. ما عرفت صراحه الله واش كتشوفوني ولا ما كتشوفنيش، واش كتسمعوني ولا ما كتسمعنيش، ولكن انا كنحاول نبعد قد المستطاع باش اني نتيستي هذا الميكرو وغادي نشوف واش خدام ولا ما خدام. غادي نزيد نبعد شويه تقريبا راه كاين واحد المسافه، واش كتشوف واحد المسافه بعيده دابا وباش اننا نتيستيو هذا الميكرو. المهم حنا كنتيستيو دابا واخا كاين شويه ديال العجاج وداكشي، ولكن خصكم تاخذوا فكره عامه قبل انكم ما تشريو بطبيعه الحال هذا الميكرو، وهذه راه حاجه باينه خصكم تعرفوها باش انكم افونسيو بطبيعه الحال وانكم تشرو هذا الميكرو. ايوا سمعتوني ما سمعتونيش؟ دابا هذا التيست ممكن لكم انكم بطبيعه الحال انكم تكتشفوا وانكم تستافدوا بزاف ديال الحوايج باش انكم تزيدوا لقدام. بيني وبينكم الميكرو عجبني بزاف، ومن بعد ما درت التيست وقديتو يعني راه ملي كتسجل بطبيعه الحال كاين مجموعه ديال البرامج اللي ممكن لك انك تستعملهم باش انك تريق الصوت وانك تضبط الصوت مزيان. دابا كاين العجاج وحتى الجو ماشي ملائم ديال التصوير، وانتم كنصحكم الى بغيتوا تصوروا فبطبيعه الحال خصكم انكم تشوفوا واحد البلاصه اللي ما يكونش فيها صداع وما يكونش فيها الشارع يدوز بزاف، وحاولوا انه الى عندكم مجموعه ديال النوافذ اللي هما كيعزلوا الصوت، فهذا الشيء غادي يسهل عليكم المأموريه وغادي يعاونكم كذلك باش ان الصوت ديالكم يكون زوين ومقاد مزيان. ايوا نتمنى باش ان الفيديو تاع اليوم ينال الاعجاب ديالكم. غادي ندير عليه شويه ديال المونتاج وغادي نلوح لكم ان شاء الله تعالى القناه ديال نقدر. ايوا ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين وتفعلوا زر ديال الجرس وانكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش حتى هما يستافدوا كما استفدتوا حتى نتوما. وتنظن بان هاد الميكرو ملي قربت حدا دابا غادي يكون الصوت شويه جاد، لذلك حاولوا انكم تريقوا الصوت مزيان مزيان قبل ما تبداو تسجيل. هذا ما كان اصدقائي.